انا اليوم فرحانه بزاف وفرحه ديال بنتي اليوم، وهذا اليوم كينتظروه الجميع وبزاف ديال الناس يعني المغاربه كلهم. فرحانه طبعا وسعيده بتواجد العائله ديالي وصحابي ومجموعه ديال الفنانين اللي تيعزوني وتنعزهم بزاف. فان شاء الله يدوز النهار مبارك ومسعود ويكون ان شاء الله على خير يدوز يا ربي ان شاء الله. يس شغل اول مره غادي يطلع غزال في العماريه وغنكون معها انا ان شاء الله، ويا ربي يعني تكون فرحانه وما تخلعش شويه من الموسيقى وهذا وفوالا. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.